تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية مونية بمضبوطات بلغت أكثر من 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 75 طنًا، كما تم ضبط 755 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها اثنتين وثمانون قضية خبز ناقص الوزن وسبعة وسبعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط سبعة عشرة قضية بمضبوطات بلغت قرابة تسعة وثمانين طن أقمح محلية